السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد في لقاء السبت، وهو لقاء تقييمي نرصد فيه أبرز أحداث الأسبوع، كما نقف أيضا على آراء ومواقف الأحزاب ومختلف المنظمات والفعاليات في الساحة السياسية والاجتماعية، أيضا مرورا بالإنذارات المتتالية من قبل نقابات مستقلة من أجل الدخول في إضرابات واعتصامات لاسترجاع ما تسميه هي مطالب وحقوقا مشروعة، وذلك في قطاعات عدة كالتعليم، الصحة، الحماية المدنية، وقدام الجيش الجزائري أو أفراد التعبئة هكذا يسمون. ثم نعرج على ما يجري في البرلمان الجزائري من تجاذبات ونقاشات بين الأعضاء، دون أن ننسى طبعا القضية التي صارت لغزا الآن في الجزائر، وهي قضية غردايا. ما الجديد فيها وما المخرج من هذه الفتنة؟ هذه أبرز ما سنتناوله معكم في لقائنا هذا الأسبوعي، طبعا ليوم السبت. أرحب مشاهدينا الكرام بالأستاذ محمد ذويبي، وهو رئيس حركة النهضة. أستاذ محمد ذويبي، أهلا وسهلا بك. دعنا أولا في صورة الحدث الذي سجل على مستواكم أنتم في حركة النهضة، احتفلتم بذكرى تأسيس الحركة في لقاء كبير حضره مناضلوكم في مدينة قسنطينة. شكرا أخي الكريم، تحية لك ولكل المتابعين في قناة المغاربية التي لها كل الشكر والتقدير لما تقوم به من تنوير من الرأي العام الجزائري والمتابع للشأن الجزائري. بالنسبة إلينا في حركة النهضة، كانت هذه مناسبة متعلقة بتأسيس حركة النهضة. جزء من هذا التأسيس كان أيام السرية وأيام الحزب الواحد، وجزء منه الجزء الثاني هو كان يعني بعد إقرار دستور فيدري 89، أي في العالمية، والمجموع ما في هذه السنوات هو 40 سنة من النضال. كانت على كل حال الجزائر تعيش اغتراب يعني في الهوية في السبعينات، كان الذي يتكلم العربية والذي يصلي يعتبر من المتخلفين. وأنت تتذكر المصطلح الذي كان يستعمل، وهو هؤلاء رجعيين وهؤلاء ظلاميين. الحمد لله ثم كان للحركة جزء كبير في استرجاع هوية الشعب الجزائري، بالإضافة إلى النضال السياسي المتعلق بالحريات. كانت هذه المحطة في قسنطينة يوم 31 أكتوبر، ويتزامنت مع ليلة نوفمبر تاريخ اندلاع ثورة التحرير المباركة لتجديد العهد، أول مع الله سبحانه وتعالى، وثانيا مع الرسالة التي حملها الأولون، وثالثا مع قضايا الأمة وقضايا الشعب الجزائري اليوم. فكانت فعلا يعني حدثا تاريخيا جددنا من خلاله الطاقة اللازمة لاستكمال مشروع الهوية ومشروع الحريات، الذي كما تتابعون يتعرض إلى التضييق يوم بعد يوم، وهي معركة على كل حال سينتصر فيها الخير، وتنتصر فيها الجزائر، وتنتصر فيها السيادة، وتنتصر فيها رسالة الشهداء. طيب الآن نعود إلى نشاطكم في التنسيقية، وأنتم أحد أبرز هذه الأقيادي هذه التنسيقية، تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، خاصة مع الخرجة الأخيرة التي يقال بأنها ربما قسمت صف المعارضة الجادة الفاعلة في الجزائر، خرجة الأففاس. أين التنسيقية من هذه الخرجة الأخيرة، خرجة الأففاس؟ دعني أخي الكريم يعني ربما أعيد الأمور إلى نصابها. نعم. المشهد السياسي في الجزائر يا أخي الكريم توضح بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل الماضي. فهناك من قطع هذه الانتخابات ورأيه واضح وموقفه واضح، ومنذ ذلك الحين تم فرض الساحة السياسية. الذين قطعوا الانتخابات أو الذين شاركوا في الانتخابات ثم بعد ذلك تأكدوا بأن اللعبة مغلوقة وبأن يعني ميدان المنافسة غير موجود وقواعد الممارسة السياسية غير موجودة،
هؤلاء اجتمعوا يوم 10 جوان في إطار ما يسمى بالتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وشكلوا بعد هذه الندوة ولأول مرة في تاريخ الجزائر شكلوا هيئة للتشاور المتابعة تضم المعارضة. الذين كان لهم رأي مزبزب في الانتخابات الرئاسية أو الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية هم اليوم موجودين على طاولة ما يسمى بمبادرة الأفافاس. أما الفرز السياسي الحقيقي تم بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2014 وتباينت الصفوف، فهناك من يقبل بالوضع الحالي الذي يزداد سوءا بعد سوء والذي يتسم بالعجز الكلي لتسيير شؤون الدولة، وهناك من اقتنع بأن التجارب الماضية كافية للانتقال إلى مرحلة أخرى فيها منهجية جديدة وفيها رؤية جديدة واضحة. لذلك نحن في إطار تنسيقية من أجل الحرية والانتقال الديمقراطي لا تقلقنا على الإطلاق هذه التحركات والمعارضة، والحمد لله. ولكنها كانت سمنا على عسل أستاذ محمد، المبادرة لم تقلق، لم تقلقكم كما تقول، لكن هي أثلجت صدور السلطة وفرحت بها أي مفرح وقالت ها نحن لسنا مستبدين أو ديكتاتوريين كما تصفون التنسيقية، ها نحن نجلس جنبا إلى جنب مع المعارضة، وهذه المعارضة تشكلها أكبر حزب أو أقدم حزب تاريخيا في المعارضة اللي هي الأفافاس. معنى ذلك أن هذه السهام صارت مصوبة لكم، أنتم لم تحسنوا الاستقطاب أو استقطاب أطراف السلطة للحديث معها. أبدا يا أخي الكريم، نحن منهجيتنا واضحة وأرضيتنا واضحة، ليست مبنية على ردود الأفعال، ليست مبنية ضد الجهات، هذه الجهة أو هذه الجهة، هذه المبادرة مبنية على قناعة، مبنية على رصيد نضالي كبير. هذه الأحزاب الموجودة اليوم في التنسيقية لها رصيد سياسي كبير ونضال كما قلت في السرية وفي العلنية، تعلم جيدا مناورات السلطة، تعلم جيدا أنها تستعمل الاحتواء مرة وتستعمل التوظيف مرة أخرى، ولذلك لا يكفي، لا يفيد هذا الأسلوب، لا يفيد الجزائر. إذا كانت السلطة قد تربح بهذه المناورات جزء من الوقت فإنها تضيع كذلك وقت كبير على الدولة وعلى مصالح الشعب الجزائري الذي هي مصالح كثيرة، وعلى التحديات التي تواجه الجزائر اليوم داخليا وخارجيا وهي كثيرة ومعقدة. لذلك أعيد وأقول أن علاقة السلطة بجبهة القوى الاشتراكية هي ليست وليدة اليوم، كانت قبل الانتخابات التشريعية 2012 واستمرت إلى اليوم، ولذلك حتى الموقف من الرئاسيات كان موقف كما تعلمونه. لذلك نقول ليست هذه المبادرات وليست هذه المنهجيات هي التي تخرج الجزائر من الوضعية الحالية وتنقلها إلى وضع أفضل. الذي ينقلها هو أن تكون المبادرات واضحة المعالم، واضحة المبادئ، واضحة الغايات والأهداف، ولها كذلك وسائل للتنفيذ. أما في اعتقادنا بهذه الطريقة فإننا سنضيع وقت آخر على الجزائر. ولكن مع ذلك جماعة الجبهة القوى الاشتراكية يصرون على أنكم تتسرعون في إطلاق هذه الأحكام وإصدارها بين الفينة والأخرى، يقولون يا جماعة التنسيقية انتظروا أولا ثم احكموا على النتائج. نحن الآن على قدم وساق في إجراء هذه الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع من تسميهم جبهة القوى الاشتراكية أطراف في السلطة للحديث، تبادل الأفكار، للوصول إلى نتيجة ما، إلى مخرج ما، والسلطة باركت ذلك. لكن التنسيقية كانت ردودها يعني سليطة مثل ما يقول بعض الأفراد المنضوين في جبهة القوى الاشتراكية. فهل يمكن للتنسيقية يعني فرملة هذه الأحكام بإمكانها أن تنتظر قليلا لترى ما ستصدر عنه هذه المبادرة؟ شوف يا أخي الكريم، نحن منذ البداية كانت الأرضية واضحة كما قلت، وأرضية الحريات والانتقال الديمقراطي واضحة في ما هي الدواعي للانتقال الديمقراطي والحريات، فهناك الجميع يتفق حول تشخيص الوضع في الجزائر. فإذا كان الجميع يتفق على وضعية الجزائر وتشخيص وضعية الجزائر ففي الأصل أننا لا نختلف على الحلول، أما أن نتفق حول التشخيص ونختلف حول الحلول فهذا هو الوبيت القصيد، وهو هذا الذي يجب
أن نتوقف عنده. بالنسبة إلينا الذين رحبوا بمبادرة لافاس هو محيط السلطة ومحيطها. فعليك أن تقرأ يعني كل الذين رحبوا بهذه المبادرة هي إما أحزاب المواليه للسلطة أو الأحزاب التي تدور في فلك السلطة، الأحزاب التي كانت لها رأي كما قلت منذ الانتخابات الرئاسية وحتى قبل الانتخابات الرئاسية كلها لها موقف موحد، وترى بأن التجارب الماضية كفيلة بإعادة النظر في التعامل مع السلطة وما تطرحه، وأن أي عملية سياسية يجب أن تكون كما قلت واضحة المعالم ولها ضمانات، فليس هناك أي ضمانات حتى تقبل السلطة بمبادرة الانتقال الديمقراطي والحريات والإجماع. الكل يسعى للإجماع، ولكن حول ماذا؟ الإجماع يجب أن يكون حول انتقال ديمقراطي سلمي متفاوض عليه، واضح المعالم، واضح المراحل، وواضح آلية التنفيذ. أما المبادرات المبهمة قال ثم نحن نأتي ثم بعد ذلك نجمع ونحن ثم لسنا وسطاء وإنما لتسهيل العمل، الفرق بيننا وبين جبهة التوارث الاشتراكية نحن نريد أن تكون عمل المعارضة عمل موحد، والإخوان في جبهة التوارث الاشتراكية يريدون العمل يعني الثنائي، وهذا هو الفرق الذي بيننا وبينهم. والتجارب في العالم الكل تقول أن الأنظمة السلطات لن تتنازل عن الحريات إلا إذا كانت هناك معارضة قوية وموحدة. طيب أستاذ محمد الذويبي، أنتم بالإضافة إلى محسن بن عباس رئيس التجمع لجنة الثقافة والديمقراطية الRCD، عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمص، سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد، أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق بدوره، إضافة إلى شخصيات أكاديمية سياسية حقوقية إعلامية، ولما لا كلكم اتفقتم على إصدار ما سميتموه بيان أول نوفمبر جديد أو نداء أول نوفمبر جديد، وكان بمناسبة طبعا هذه الذكرى الخالدة والعزيزة على قلوب الجزائريين، دعوتم في الشعب الجزائري بأن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه المرحلة التي تعيشها الجزائر. في الضفة الأخرى أو الساحة الأخرى المقابلة لكم يقولون لماذا أنتم تستغلون القيم الثورية مثل الثورة للجزائر، تستغلون أول نوفمبر في أغراض سياسية؟ هذا أولا. ثانيا يقولون كيف تحملون الشعب ثم أنتم تبقون في هذه الصالونات في هذه الندوات في هذه الفنادق كما يصفونكم عوض أن تبقوا معهم في الصف الأول، ويدللون على ذلك بأن لجنة الثورة والعمل لما فجرت الثورة ديدوش مراد والعربي بن مهيدي ومصطفى بن بوعيد رحمة الله عليهم كانوا جنبا إلى جنب مع الشعب الجزائري ولم يقولوا يا شعب تحمل مسؤوليتك وأخرج فرنسا بثورتك. إذن هم يلومونكم بهذا النداء، يقولون بأنه نداء غامض ليس واضحا بالقدر الكافي، كيف تحملون الشعب لوحده، ماذا عنكم أنتم؟ كثير من الأسئلة التي كانت وراء هذا النداء، هذه فرصة لكم أنتم للتوضيح أكثر فأكثر. شكرا جزيلا أخي الكريم ثم على هذا الموضوع، وهو موضوع فعلا يستحق منا التوضيح أكثر. أولا يا أخي الكريم، نحن مع الشعب الجزائري، ليس بيننا وبين الشعب الجزائري انفصام ولا انفصال، نحن نعيش مع الشعب الجزائري كل يوم والحمد لله رب العالمين. الأسبوع الماضي الجمعة الماضية يوم 31 نحن كنا مع الشعب اللي كان في قسنطينة، أخي شعب جزائري، نعم، ما هو الشعب مستورد. ففكرة صالونات وما صالونات هذا كلام باطل وكلام مغرض ولا أساس له من الصحة. نحن أبناء الشعب الجزائري، أبناء الفلاحين، أبناء العمال، أبناء الطبقة الكادحة، أبناء المتضررين من الوضع السياسي، ونفهمه جيدا ونعرف مشاكله جيدا. الذي بينه وبين الشعب انفصال هي السلطة، السلطة هي التي لا تعرف الشعب ولا تعرف ما معاناة الشعب الجزائري، والدليل على ذلك أنها يعني كل القطاعات عاجزة في تسييرها. إذا مشينا للصحة نلقاو مشاكل، وإذا مشينا للتعليم نلقاو مشاكل، وإذا مشينا إلى الأسعار هذه الأيام أصبحت خيالية والمواطن أصبحت قدرته الشرائية يعني لا تتحمل هذا العبء. وقلت لذلك هذا الانفصام بين السلطة والشعب هو الذي يجعل كل القرارات التي تقوم بها السلطة يعني في واد، وما يتمناه ويتطلع إليه الشعب الجزائري في واد ثاني. خذ نقطة أخرى، بيان أول نوفمبر يا أخي هو بيان سياسي بامتياز، وهو الذي أكد على سيادة الدولة ضمن خصوصية الديمقراطية والاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. وأنا نؤكد اليوم بهذه المناسبة
لا سيادة للدولة من غير سيادة شعبها، فسيادة الدولة بسيادة شعبها، وإذا غابت أو غيبت سيادة الشعب تصبح سيادة الدولة في مهب الريح. ولذلك نؤكد على أن الجميع اليوم إذا أراد الخير للجزائر وإذا أراد أن يكون وفيا لرسالة الشهداء فعليه أن يجتمع حول بيان أول نوفمبر الذي أكد على طبيعة هذه الدولة. ولكن للأسف الشديد هذا البيان وهذه الطبيعة بعد 62 مباشرة الذين حكموا البلاد قسموه إلى قسمين وقالوا بأن الشعب الجزائري لا يحتاج إلى حريات، الشعب الجزائري يحتاج فقط إلى خبز، فضعت الحريات وضع الخبز معها. ولذلك نقول كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس لفرنسا يومها، يا فرنسا ليس الخبز كل ما نريد وإنما نريد كذلك الحرية. فالقضايا الاجتماعية والاقتصادية تأتي بالحرية وتأتي لما نقضي على الاحتكار السياسي ضمن المنافسة الشريفة في إطار القواعد المتعارف عليها بين البرامج وبين الرجال لمختلف الحساسيات الموجودة في الجزائر. أما إذا بقي هذا الاحتكار السياسي والغلق السياسي والمناورة السياسية فإن الجزائر ستغرق يعني في مشاكلها أكثر من الوضع الذي نحن فيه اليوم، وهذا الذي لا نريده ولا نتمناه. نعم، وهو كذلك سنعود مشاهدينا الكرام لهذا الملف الشائك، الملف السياسي، ملف الأزمة السياسية، ولكن في أوقات أخرى. أنا أشكر جزيل الشكر أستاذ محمد ذويبي رئيس حركة النهضة، كان معنا من الجزائر عبر الهاتف، طالما هو فتح حديثا عن هذه الإضرابات، عن الاعتصامات في المجال الاجتماعي، الساحة الاجتماعية خصوصا. أرحب الآن بانضمام الأستاذ مراد شيكو، وهو نقابي ناشط حقوقي أيضا معروف في الساحة الاجتماعية في الجزائر، ليحدثنا عن آخر الأخبار، آخر ما تعتزم القيام به النقابة من أجل تسيير مسيرة أو إضراب أو احتجاج في قطاع الحماية المدنية. وأنتم تعرفون مشاهدينا الكرام الحماية المدنية أبرز قياديها على مستوى النقابة كانوا قد دعوا إلى إضراب في الأيام القليلة الماضية، ثم عقدوا ندوة أخرى وأجلوا الموضوع لوقت لاحق. أنا أسعد الآن بانضمام أستاذ مراد شيكو لمزيد من المعلومات حول هذا الاحتجاج المرتقب حسب ما تقوله النقابة. تفضل أستاذ مراد. السلام عليكم وعلى كل المشاهدين الكرام. بما يخص قضية الاحتجاج، بالفعل كنا قد قررنا الخروج يوم 6 نوفمبر، وبعدها بطلب من بعض الولايات حتى يأخذوا الوقت الكافي باش يهيئوا أنفسهم إلى غاية 18 نوفمبر، وتعهدوا أنه يوم 18 نوفمبر سيكونوا في الموعد في يوم الحركة الاحتجاجية. بالنسبة للاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء أسناباب النقابة المستقلة التي بدورها هي عضوة في السيغاطا الكونفدرالية العامة للعمال في الجزائر، كنا قد أمهلنا الإدارة وقت طويل سابقا، وكنا دائما ننتظر أن تكون المبادرة من طرف الإدارة وستكون هناك فتح الأبواب إلى غير ذلك والحوار إلى غير ذلك. لكن بعدما اقتنعنا أن هذه الإدارة من المستحيلات أن تفتح الأبواب، لماذا؟ لأنها انغمست في الحجرة وانغمست في الظلم وانغمست في الفساد، وهي الآن غارقة لم يبقى لها إلا نفس قليل. لهذا نحن تأكدنا أنه إن لم نتحرك بأنفسنا ونفتح أبواب الحوار بأنفسنا فلن يكون هناك حوارا. طيب لماذا أجلتم الوقفة الاحتجاجية مراد؟ لماذا أجلتم وقفتكم الاحتجاجية في الأيام القليلة الماضية ثم عدتم إلى الإعلان عليها من جديد؟ نعم، أجلناها لأنه هناك بعض الولايات لم تصلهم المعلومات الكافية ولم يستطيعوا يعني أن يهيئوا أنفسهم بالقدر الكافي، فطلبوا منا التأجيل. وكما تعلمون يعني الولايات الجزائر الشاسعة الجنوب والشمال والغرب إلى غير ذلك، فطلبوا منا وأكدوا لنا وتعهدوا في يوم الجمعية العامة التي انعقدت يوم 4 أنهم سيكونوا في الموعد يوم 18 نوفمبر. طيب بالنسبة لرفع الغبن والظلم عنهم يعني من أجل استعادة كرامتهم قبل أن يطالبوا بالأمور المادية، فاليوم عون الحماية المدنية يطالب بالكرامة. طيب مراد بالنسبة للهبيري
هو طبعا ابرز قائد في الحمايه المدنيه على مستوى الوطن، يقول باللي مراد تشيكو هذا لا يمثل الا نفسه، وهو عنصر مشوش، وذكر الكثير من الصفات حولك انت خصيصا، لانه انت بالنسبه لهم وزاره الداخليه انت تحرض اعوان الحمايه المدنيه على الخروج للشارع، على الاعتصام، على التظاهر، في الوقت انه الجزائر في حاجه الى مزيد من الاستقرار والامن والسلم. كيف ترد على هذه الاوصاف التي وصفت بها اخيرا؟ هي بالفعل الجزائر بحاجة إلى السلم وبحاجة إلى استقرار، لكن من يوفر السلم والاستقرار؟ هل التعدي على القوانين والحجرة والظلم هي التي توفر الاستقرار؟ يا أخي هذه الإدارة، اسأل أعوان الحماية المدنية من شرقها إلى غربها، الحجرة والظلم وسوء التسيير يعني أصبح يفوح إلى خارج أسوار الحماية المدنية، فكيف تستطيع أن تتحدث عن الاستقرار وعن الأمن إلى غير ذلك؟ نحن نريد استقرارا باحترام القانون، نريد استقرارا وأمنا باحترام عون الحماية المدنية بحفظ كرامته. اليوم أصبح عون الحماية المدنية يعني يتحول بطرق وبأساليب ويعزل وإلى غير ذلك، حتى من دون احترام أدنى شروط القانون، يعني من دون لجان. يعني اليوم عون الحماية المدنية يجي المسؤول الوحدة ويقول له ارفض قشك وروح، وما عندوش أي مكان آخر وين يلجأ ليه ويطرح قضيته، راح يجد كل أبواب موصدة. هذا هو الأمر الغريب. كذلك يعني هناك ملفات كثيرة جدا، ملفات فساد لحد الآن منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا. وأنا كنت أتمنى قبل أسبوع كان تدخل وزير الداخلية وتحدث عن الحماية المدنية وقال ما فيش حركة والحماية المدنية إلى غير ذلك. أنا كنت أتمنى من وزير الداخلية أن يطلع على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها عون الحماية المدنية قبل أن يتحدث، ليساند زميله المدير العام للأسف الشديد التي نحن نطالب بمحاسبته قبل رحيله هو وجميع مدراء. كم مضى عليه في المنصب سيد مراد؟ كم مضى على المدير العام في منصبه هذا المدة؟ منذ ساعة يعني منذ 99، منذ مجيء بوتفليقة وهو في هذا المنصب، هو أتى به بوتفليقة لحد الآن، وله من النفوذ يعني ما يستطيع أن يفعل ما يريد في سلك الحماية المدنية، ولم يستطع لحد الآن لا زرهوني ولا ولد قابلية ولا الوزير الداخلية الحالي أن يعني يوقفوه عند حده أو يقولوا له احترم القانون. يا أخي احترم القانون أقل شيء، نحن لا نريد أن نظلم أحد، ولكن ما نريده هو احترام القانون. إذ أرادوا يعني أن يبنوا دولة قانون تأتي باحترام التشريع اللي وضعوه هما، يعني مش احنا اللي وضعناه، هما اللي وضعوه. للعلم فقط أنه نحن عقدنا اجتماع يوم 4 الماضي، هناك بعض المدراء يعني دعوا كل من شكوا فيه أو كل من حضر معنا يعني استدعوه وطلبوا منه معلومات، وكأنه نحن أصبحنا منظمة يعني ما لا أجد ما أقول على هذا. كيف لمدير نحن نطالب بمحاسبته لأنه سير أموال الحماية المدنية، فإذ به هو يريد أن يحافظ على هذه الوضعية لكي لا يمتثل إلى هذه القرارات. إدارة الحماية المدنية تقول نحن مع هذه المطالب، ووصفها بأن مطالب مشروعة، ويحق لأعوان الحماية المدنية بأن يطالبوا بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية والنقابية ولم لا، لكن هم فقط سخطهم حول هذه الخرجة الأخيرة التي قمت بها أنت وثل من أعوان الحماية المدنية. قال نحن لسنا ضد مع هذا التهييج، مع هذا التهريج، مع هذه الإثارة الكبيرة، نحن نؤمن بالحوار، الحوار الجاد بين الجميع. هكذا أجاب باختصار. أنا أقول لك يعني قضية نحن مع المطالب هذه غنية قديمة جديدة سمعناها العديد من المرات. أية مطالب هم معها، أية مطالب، وهم يعني أكثر من 1000 عون مشردة، يعني هم موقوفون عن العمل بطريقة تعسفية حتى من دون وصولهم أمام اللجان. هناك تقريب أكثر من 5000 عون حماية مدنية طلبوهم للالتحاق بالخدمة العسكرية بعدما يعني بدأت حياته المهنية.
كانوا قالوا له انه اذا التحق بسهوم الحمايه المدنيه ستعفى من الخدمه. اليوم طلبوه للخدمه حوالي اكثر من 5000 عون، 80 ساعه عمل لحد الان منذ 2004 اعترفت المديريه العامه بها ورسلت وزاره الداخليه انذاك وقالت بالفعل اعوان الحمايه المدنيه يعملون 80 ساعه اضافيه ما يتقاضوا عليها حتى شيء. لحد الان لا يوجد اي تغير. هناك العديد من اعوان الحمايه المدنيه، هناك من يتقدم في 3 أو 4 رتب وهناك من بقي في رتبته لحد الان. هناك رقباء يا اخي يتصرفون في عقداء وفي مسؤولين، وهناك مثلا في ولايه وهران رقيب يعني زرع الرعب في كل القيادات في ولايه وهران لانه قريب من المدير، وهذا الرقيب هو متهم بقضايا فساد فعليه ان ياتي بالبراءه من العداله. هناك في ولايه الجزائر العاصمه المدير متهم كذلك فعليه ان يمر امام لجنه لكي تبرئه. هناك كذلك من يتحدث باسم العمال، هذه النقابه للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فعليه ان يبرئ ذمته امام ولايته ولايه ام البواقي التي احييها وهم شويه سهله. هناك كذلك الجنوب وما يعانوه ابناء الجنوب، فالمشاكل متراكمه ومتراكمه ولحد الان تريد الاداره اخمادها وتريد توجيه المشكله وكانها لديها مشكله مع تشيكو مراد. المديريه العامه بالفعل لديها مشكله مع تشيكو مراد كما لديها مشكله مع 50,000 عون حمايه المدنيه. اليوم نحن نطالب وزاره الداخليه والحكومه أن تقف على هذه المشاكل وعليها أن تحدث لجنة مستقلة لكي يعني تنظر كل هذه المشاكل، وكذلك مدراء الحماية المدنية الذي يسعون لقمع هذه الحركة. فنحن نقول لهم أنه سنعمل على تكوين لجان محاسبة والجميع سيمر أمامها وسنرى من الذي تسبب في هذه الكوارث. نحن أعوان شرفاء نزهاء، ما يهمنا هو تطور مؤسسة الحماية المدنية لكي تستطيع أن تقوم بواجبها، ومقابل هذا لابد من كرامة عون الحماية المدنية، لابد من أجرة محترمة، لابد من وسائل عمل محترمة إلى غير ذلك لكي يستطيع أن يقوم بواجبه. طيب استاذ مراد، يعني هذا سؤال اخير، هذه فرصه لك انت ايضا لتذكر بهذه المطالب بالضبط. ربما المشاهد الان يقول ما هي مطالب اعوان الحمايه المدنيه هؤلاء الغاضبون، ماذا يريدون بالضبط؟ هل هي فقط تحسين ظروف المعيشيه، زياده الاجور كما هو متعارف عليه دوما، ماذا تريدون بالضبط؟ يا ريت يكون على شكل نقاط 1 2 3 4 5. اولا بالنسبه للنقاط هي معروفه وذكرناها في العديد من المرات. مثلا ملف 80 ساعة وهو المعروف والمتداول لدى كل أعوان الحماية المدنية. مثلا وقف التحويلات العشوائية وإعادة إدماج كل أعوان الحماية المدنية الذين تحولوا أو فصلوا بطرق تعسفية وبدون حتى مثولهم أمام اللجان. كذلك هناك احترام المتقاعدين ومنحهم يعني منحة بعد ما قدموا النفس والنفيس في هذه المؤسسة. طلبنا بزيادة الأجر بالنسبة 100%، وبأن عون الحماية المدنية لابد أن يتقاضى ابتداء من 55,000 كأدنى يعني أجرة بعد الدراسة التي أجرتها السيجاتا ونقابة سنابات، وتوصلت إلى أنه الذي يتقاضى أقل من 55,000 فهو ليس بموظف بل هو في صف الفقراء. كذلك طلبنا بإعادة النظر في القانون الأساسي والذي من ضمنه يحتوي على بعض البنود، يعني بنود ما يقال عنها أنها كانت ربما يعني من القرن الماضي، لأنه عون الحماية المدنية الآن لابد أن يطلب أو يتحصل على رخصة كي يستطيع أن يغادر التراب الوطني أو كي يستطيع أن يتحدث مع وسائل الإعلام. كذلك طلبنا بتعويض
كل المفصولين والموقوفين عن المعاناة التي تسببت فيها هذه الإدارة، وكل التركيز أو كل المناقشات التي دارت بيني وبين ممثلين الولايات، كلهم يعني يطلبون أن تكون لهم نقابة محترمة بعيدا عن نقابة الإدارة، نقابة مستقلة تستطيع أن تدافع عنهم وتستطيع أن تنشط بحرية طبقا للقوانين السارية المفعول. وهذا خرق كذلك صارخ بالنسبة للإدارة، تفوض نقابة على من نقابة، نقابة توفر لها الإمكانات رغم أنه لا تستطيع هذه النقابة أن تتحرك لأن الأعوان يعرفونها ويعرفون خباياها جيدا. هذا يعني في مضمون ما كنا قد طلبنا، وهي عريضة تتكون من 19 نقطة. أول نقطة هي رحيل المدير العام لأنه هو المتسبب الرئيسي في هذه المعاناة. وللتذكير فقط، كنا قد تحدثنا كذلك عن الإطارات المهمشة. أنا أود أن أذكر بالإطارات مثل عمر سعادة الذي تحدث عن الفساد، ربح مباركي، لافير علان، كحلوش، هذو كلهم كانوا إطارات سامية في الحماية المدنية، وكلهم يعني من كثرة يعني الحضرة والظلم هاجروا كلهم خارج الجزائر. إذن مؤسسة الحماية المدنية حتى هي تعاني من هجرة الأدمغة وهجرة الكوادر نظرا لقدوم هذا الشخص الهبيري وما قام به وما يعني الظلم الذي صدر من عنده ومن عند شركائه على إطارات الحماية المدنية. نعم، وهو كذلك أستاذ مراد تشيكو أحد النقابيين الناشطين في الجزائر. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، وأبقى دوما في الجزائر من النشاط النقابي. الآن أدخل نشاطا آخر، مجال آخر، وهو المجال الحقوقي مع ضيفي الكريم من الجزائر أستاذ فوزي، وهو محام وناشط حقوقي. فوزي يعيش تمام، محام وناشط حقوقي من الجزائر. أستاذ فوزي، أمام ما كنا نستمع إليه عبر هذه المداخلة لناشط نقابي أستاذ مراد تشيكو يتكلم عن إجراءات تعسفية، عن فصل للعمال، عن خرق لحرية التعبير، الحقوق المعترف بها في الدستور لكافة المواطنين وليس فقط للعمال، نتساءل نحن أين العدالة في هذا كله؟ شكرا زميلي عثمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي إلى كل قناة المغاربية والطاقم العمل به. أسهل مداخلتي يا زميلي عثمان من مقولة لأرنست رينان الذي جاء فيها يقول: يشفى من كل مرض ما عدا من تسليم الذات. فعندما تهدم الفرديات من طرف الدولة لا يعاد بناؤها، لأن الدولة لا ترجع أبدا الحريات التي تبتلعها. على ضوء هذه المقولة زميلي عثمان، نجد أن مجال الحقوق والحريات في الجزائر هو مجال ضيق وضيق جدا، رغم وجود كم هائل من القوانين وترسانة يعني ما شاء الله من القوانين الناصرة على ترقية حقوق الإنسان وترقية حريات الأفراد وفتح مجال أكبر للتعبير. لكن لما ننزل إلى الواقع المعيش، ولا سيما حتى البرنامج الانتخابي لتبنات عليه العهدة الرئاسية الرابعة، هي تعميق الحريات الفردية وإعطاء مزيد من حرية الصحافة وإعطاء المزيد من حرية التعبير. لكن عقبنا مدة معينة شهور من الحملة الانتخابية والرئاسة والانتخابات الرئاسية، لكن هذا الكلام كله نجده حبرا على ورق، حبرا على ورق. لابد نعاودوا نراجعوا المنظومة الحقوقية في الجزائر. هذا إذا حبينا نواكبوا التطور ونكونوا كما كنا نقولوا نسعوا، نحن نحاكي الغرب في مجال الحريات، نحن نعطي أكثر مجال الصحافة، لكن الواقع المعيش أثبت غير ذلك. ولكن الوزير الطيب لوح اللي هو الآن صار يشغل منصب وزير العدل ذكر الكلام نفسه كأنه يعني هو بعيد عن كل ما يجري الآن في الساحة، ساحة العدالة في الجزائر.
فهو قال لابد من الإصلاحات، المضي في إصلاحات جديدة، لابد من الخروج من هذه المشاكل التي ورثتها. هو يتكلم عن المشاكل التي ورثتها من الوزير السابق أو الوزير الذي كان يشغل طبعا المنصب نفسه، فلابد من العدالة أن تتطور. تكلم عن البيروقراطية، تكلم عن فترة السجن المؤقت اللي هي طويلة جدا، وقال هذا مشكل كبير. حتى هو لما قال هذا مشكل كبير الناس تفاجأت، المحامون والحقوقيون قالوا إذا قال الوزير هذا فكيف يعني بالآخرين الذين يستمعون لكلامه؟ أولا زميلي عثمان استسمحك عذرا، بالنسبة للسيد معالي الوزير العدل هو شخص ليس دخيل على هذا القطاع، هو في يوم ما كان قاضيا ويعلم هذا الأمر. لكن لما نرجع إلى نصوص القانون ومواد الدستور نجد أنها تمجد الحرية الفردية، هذه بنصوص يعني القانون ومواد الدستور. على سبيل المثال لما نرجع إلى المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل وليس القديم تحت رقم 0108 المؤرخ في 26/10/2001، وش يقول صريح المادة؟ أن الحجز المؤقت أو الاحتياطي هو إجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا لم يقدم المتهم ضمانات كافية للمثول. احنا رانا ماناش مع مثال شخص قتل او شخص ارتكب جريمه يعني كبيره يعني ما طالوش يد العداله او امثل اذا التحقيق يعطوه الحريه، لا، هناك جرائم يعني بسيطه ما تستاهلش الايداع او الحبس المده طويله الى غايه ان تظهر هذه الادله. طيب ماذا عن هذه القضيه التي اثرناها نحن كسبق اعلامي الايام الاخيره حول هذا الصحفي اللي هو مراسل إحدى القنوات أو إحدى الجرائد من ولاية تبسة؟ طبعا ربما أنت تعرف حيثية القضية، الآن مضى عليه أكثر من 15 شهرا وهو وراء القضبان دون ما بت في قضيته، لم يحاكم ولم يطلق سراحه مؤقتا. ماذا تقول أنت كمحامي وناشط حقوقي في هذه المسألة؟ هل يعني قضيته معقدة بهذا الشكل تحتاج إلى أكثر مزيد من الوقت للبت فيها أم ماذا؟ زميلي عثمان، يعني الشيء الثابت والأكيد أي وقائع معينة تحمل طابع وصفي سواء جنحي أو جنائي إذا سويست فإن العدالة تخرج من الباب الضيق. هذا واقع، يعني ما نجي منكره حتى إنسان. إذا كانت قضية عندها علاقة بالسياسة فإن الكلمة الأولى والأخيرة هي للسياسي قبل أن تكون للقاضي. فبالتالي يعني نصيحتنا من المنبر هذا يعني نبسطوا الامور وما نعطوش يعني الحقائق اكثر من حجمها الحقيقي، او ندخلوا مؤسسات الدوله من المفروض هي مؤسسات سياديه في صراعات نحن غنى عنها. طيب مثلا حتى يفهم المشاهد ما الذي سويس فيها؟ هذا صحفي يؤدي مهمته بمهنيه واحترافيه هكذا يوصف، اذا به يجد نفسه وراء القضبان، لماذا؟ يا زميلي يا عثمان، بالنسبة لهذا الصحفي حقيقة أنه مارس أعماله بكل ضمير وبكل أريحية وما تمليه عليه قواعد وأخلاقية المهنة. لكن الصحافة في الجزائر أو حال الصحافة كلها في الوطن العربي هناك خط أحمر لا يجوز تجاوزه، أي بمعنى لا تطلق العنان للقلم وتكتب ما شاء، تكتب أو تكتب ما يملى عليك. طيب عثمان، نعم انا اسمعك، تفضل. والاكثر من ذلك حتى الزميل الصحفي راهو موجود في سجون تبسة، الشيء المعروف عليه وكما لحقتنا اخبار عليه انه صحفي محترف، صحفي كفء. يعني بمعنى اذا كنا نعاملوا الصحفيين وما يعني بالطريقه هذه وما عدناش مده كنا نحن نحتفلوا باليوم الوطني للصحافه فنقول سلام على الدوله وما فيها. طيب ما المعمول يعني هل في رايك انت الناشطون الحقوقيون يبقون على ما يجري الان؟ ماذا يخططون؟ هل لديهم تفكير ما في المستقبل للعمل من اجل التغيير حتى في ساحه العداله مثلا القضاء؟ نعم زميلي عثمان، نحن زميلي عثمان فيما يتعلق بالنقطة هذه نحن ماضون قدما ورانا نشتغلوا ورانا يعني أي نقاط لازم ننوهوا عليها أو نوفوا بالمرصاد احنا رانا نقولوا كلمتنا، وهذا كله يعني قالوا خير كلمة حق
يعني تقولها في مسارك المهني. يعني نحن كحقوقيين يعني نحاول ورانا نديروا في بيانات ورانا نقدموا في مداخلات ورانا نحاول يعني نساهموا حتى في تعديلات تاع القوانين. اذا طلبوا منا المشوره راح نقدموا راينا بكل مصداقيه وبكل اريحيه. وهو كذلك استاذ فوزي يعيش تمام المحامي والاستاذ الجامعي، جزيل الشكر لك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام نذهب الان لفاصل قصير ثم نعود، ارجو ان تبقوا معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأفاضل ونحن له مباشرة في برنامج الحدث الأسبوعي. كنا قد تحدثنا في الجزء الأول عن الأزمة السياسية التي ما تزال تضرب في الجزائر بين المعارضة والموالاة، خاصة مع الخرجة الأخيرة لإجابة القوى الاشتراكية التي قالت نحن وراء مبادرة، هذه مبادرة الإجماع الوطني ولا بد من حوار السلطة، لا يمكن أن نحدث تغييرا ما بدون حضور السلطة التنسيقية. ردت بالثقيل على هذه الخرجة الأخيرة اللي هي الأففس وقالت بأنها عبارة عن طعنة في ظهر التنسيقية ولا يمكن أن نتحاور مع من هم مستبدون ديكتاتوريون لا يعترفون بالحريات الأساسية للمواطن كحرية الرأي والصحافة والتظاهر والاعتصام وما إلى ذلك. بعد ذلك عرجنا على الساحة الاجتماعية، تحدثنا عن هذه الإضرابات والاعتصامات المزمع تنظيمها خاصة من قبل الحماية المدنية، وكانوا قد أجلوا هذه الدعوة لليوم 18 في الشهر الحالي. استمعنا لمداخلة مراد تشيكو وهو أحد الناشطين النقابيين، ثم تكلمنا في الميدان الحقوقي لماذا بالضبط العدالة بعيدة كل البعد، طبعا هي ليست مستقلة هكذا يصفونها، بعيدة كل البعد عما يجري من خرق للقوانين من خرق لحرية التعبير وهي مضمونة في الدستور نصا وقانونا. ثم تحدثنا أيضا عما يجري لهذا الصحفي زميل المهنة وهو وراء القضبان منذ 15 شهرا تقريبا، لحد ساعة لم يفصل في قضيته، لم تحدد له مدة أو لم يحدد له تاريخ المحاكمة، لسنا ندري ما الذي جرى. فأثرنا مسألة الحبس المؤقت الطويل جدا، وزير العدل بنفسه الطيب لوح قال فعلا هذه مشكلة كبيرة، فإذا كان الوزير يقول على هذه المسألة مشكل كبير فماذا يقول المواطن البسيط عن الكثير من المشاكل. الآن مشاهدينا الكرام سنتحدث عن قضية غردايا وهي القضية اللغز الآن في الجزائر، هكذا صارت تسمى، لسنا ندري ما الذي صعب فيها، لماذا بالضبط لم تستطع السلطة حل هذه القضية. يسعدني أن أرحب بالأستاذ عبد القادر ذهبي. أستاذ عبد القادر ذهبي معنا؟ أستاذ طيب سنعود مع في انتظار التحاق أحد ضيفينا حول الملف، ملف غردايا وهو ملف شائك وعويص عرفته الجزائر السنوات الأخيرة، ربما خاصة الشهور الأخيرة ازداد ذراوة، كل المساعي بذلت من أجل إخماد نار الفتنة، ولكن للأسف لم تصل لا السلطة ولا الأحزاب ولا الفعاليات الأخرى من حقوقيين من صحفيين إعلاميين من شيوخ قبائل أيضا شيوخ أعيان حد جعل حد لهذه المأساة التي تعيشها مدينة غردايا جنوب الجزائر. هنالك مساع تبذل لحد الساعة من قبل الكثير من الأحرار في الجزائر من أجل الوصول إلى حل كاف وشاف للخروج من هذه المأساة. يسعدني أن ينضم إلي الآن أستاذ ميلود قادري وهو ناشط سياسي وبرلماني سابق. أستاذ ميلود ضعني في صورة هذا النشاط الحثيث الذي تقومون به أنتم وثلة من الطيبين من أجل إخماد نار الفتنة في غردايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الرحيم. والله احنا بالنسبة احنا كنا نتمنى يعني لو كنا نبقى في 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 في, في سرية بعيدة عن يعني مش في سرية على الأقل العمل تاعي يبقى، لكن ما دام وصل بعض الأجهزة الإعلام وربما أنتم كنتم سباقين في هذا الموضوع، احنا لعل بعض الناس الطيبين في البلاد والغيورين على الجزائر نعم من مختلف المشارب شافوا ان كانت بعض المحاولات اللي يعني على الاقل تسمى على الاقل تقليل من وضع اللي راه في غردايا. على كل حال تم تسمى التنسيق مع مجموعه من الاطارات والاخوان وبعض المجاهدين جزاهم الله خير، وتم الاتصال بالطرفين. بالمناسبة احنا الآن راجعين منذ ثواني، لعلنا منذ خمس دقائق وصلنا العاصمة تقريبا. أيوه.
بالمناسبة نحيي الطرفين. احنا من كان معك من المجاهدين؟ نعم، من كان معك من المجاهدين؟ المجاهد يريد ان يعرف. اذا 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 كان يقتضي الامر باش نعطيك الاسماء نعطيك الاسماء، لكن لان احنا هذه اللجنة استطلاعية، اللجنة اللي مشات للغردقة لجنة استطلاعية، وكان رأسها الاخ مجاهد الاخضر بوقعة. ايوه، وعمي الاخضر بوقعة، وكان سي عبد القادر ذهبي، وكان دكتور بن محمد. ايوه، وكان قادري. المهم هذه اللجنة الاستطلاعية اللي مشات لعين المكان. ايوه، المهم قلت لك انا سمحنا باغيين نقدم تهنئة السم، يعني كل احترام والتقدير للطرفين. نعم، وجدنا قبول تام، وجدنا سما يعني اذان ساغية، وجدنا سما طرح منطقي للاوضاع. سما الحق، سما استبشرنا خيرا، وكذلك الطرفين، ان باذن الله تعالى سنصل الى حل في اقرب الاجال. احنا في الان نبقى في زياره مكوكيه بالنسبه للمنطقه، وهنا في العاصمه كذلك، وان شاء الله حنوصل للحل. احنا لعلنا ماشي للمسناه، مع الاسف كاين بعض الاطراف. ايوه، وربما سمى ما سمعناه من طرفين، لعل كاين بعض الاطراف مش باغي الحل، وهذه الاطراف مع الاسف الشديد موزع، يعني لعل سما الشيء اللي يعني يؤسف له ان بعض الناس لعلهم في السلطه، يعني مع الاسف الشديد هم اللي ربما يغذيوا الوضع هذا. احنا الشيء اللي سما نقوله للشعب الجزائري خاصه، ويكون شاهد يعني هذا الوقائع، اننا وجدنا في الطرفين مد اليد لتفادي كل الاحداث وتجاوز كل الاحداث التي جرت. والحقيقه احنا الان دعنا نقول في البدايه، يعني احنا في البدايه، لكن مشينا خطوات عملاقه، وجدنا ثم تجاوب قوي جدا من طرف هذا والطرف هذا، رغم ان هناك ارواح سقطت، وهناك فعلا خسائر كبيره، فيه حرق لبعض المحلات، فيه حرق للمنازل، فيه، لكن احنا من خلال شاشتكم الموقره ندعو يعني اخواننا في الجهتين الى باذن الله تعالى يسمى لمساعدتنا والتوخي الحذر، لان فعلا هناك من يريد المس بالجزائر، ومش بغردية فقط، ربما انطلاقه تكون غردايه وستنتقل الامور لجهات اخرى. لذلك احنا نهيب باهل غردايه، وشفنا السمة الطيبة، وشفنا الأخلاق، وشفنا الإسلام مجسدا أمامنا، وشفنا السمة الطاقات من مجاهدين ومن علماء ومن مهم السمة كل السمة الأطياف تاع المجتمع كانت حاضرة في اللقاءين. والحقيقة هذا السمة لعل انتقلنا للعاصمة بتفاؤل كبير وقوي جدا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون تكون مبادره ان شاء الله باذن الله في حلقه باذن الله تعالى. طيب، مع من تحدثتم استاذ ميلود؟ يعني ربما المشاهد يريد ان يعرف مع من تحدثتم بالضبط لما وصلتم غردايه، مع اعيان، ناشطين، سياسيين؟ مع اعيان وناشطين ووفدين للجهتين، يعني احنا ما نخبوش ان التقينا في قبل اليوم مع طرف اللي هما الاخوه الاباضيين. ايوه، وكان لقائنا في العاصمه منذ تقريبا اسبوعين، وامس مساء كان مع الطرف الثاني. لكن الشيء اللي الملاحظ يا اخي الكريم، احنا فعلا كان اصرارنا، وبعد طولنا في المبادره سما اخذنا الوقت الكامل لجمع اكبر عدد ممكن من ممثلين حقيقيين للمجتمع. وهذا ما حصل فعلا، ما وجدنا دكاتره، وجدنا اساتذه، وجدنا ممثلين، جدا منتخبين، وجدنا مجاهدين، وجدنا يعني ثم الحمد لله املنا كبير في ربي سبحانه. وكما سبق وقلت، حنا كنا نامل اننا ثم في الفرح الاكبر اللي هو يكون اللقاء ونجمع الطرفين، هناك يكون حضوركم وحضور كل الاعلام. يعني وجدتم تجاوبا هذا الذي افهم. سبق وقلت يا اخي الكريم، وجدت تجاوب كبير جدا لحل الاشكال. تجاوب كبير لحد الاشكال، لكن انا لعل ما دام خرجت المبادره للاعلام
باقي نضيف حاجه. احنا بالنسبه للاخوان قبل هذا استاذ ميلود، قبل هذا فقط حتى نكون في النقطه اللي انت اثرتها الان، قلت وجدنا تجاوبا كبيرا، ربما المشاهد ايضا يتذكر هذا الكلام نفسه الذي قاله عبد الملك سلال بمناسبه المولد النبي الشريف، بمناسبه ليل 27 في رمضان الفائت لما وزع جوائز، قال وجدنا تجاوبا كبيرا وكل الاعيان ومن الناشطين والسياسيين والشيوخ يباركون خطوه السلطه وخطوه الاعيان من اجل الصلح. وها نحن نعيد نفس الطرح من جديد. أنا اخي الكريم انا بدي نضيف حاجه برك، لو تخرج السلطه وتخلي المجتمع اللي يحل المشكل سيتحل المشكل، لان سيحل المشكل، لان المشكل الان هو في بعض اطراف السلطه يا اخي الكريم. نعم. وسمعناها في الجهتين ان هناك ايادي تريد الخلط في هذه المنطقه، في هذه المنطقه العزيزه على كل قلوب الشعب الجزائري. احنا الشيء اللي باغينه الان، احنا ما احنا الشيء اللي نقولوه، احنا ما بغيناش باش يكون اسمه التصوير الكامل او نقل كامل. احنا بعض المحافظ كتبناها يدا، وباذن الله تعالى اسمه طالبين من الجهتين بعض، ربما بعض الملاحظات اللي باغي يسيروها، واحنا متواصلين المبادره. انا قلت لك انا اولا نشكروا الاخوان اللي سبقوا وداروا مبادره، منهم جمعيه العلماء، في بعض الاشخاص كانت مبادره خاصه، حتى والسلطه هذاك علاش اللي باغي نوصلوا ليه. ما نقولوش هذا نجح وهذا فشل، لا، هي كانت مبادرات، كان تراكم تاع معلومات، كان تراكم تبادل تاع معلومات. الان هذه المبادره بعيده على كل الاحزاب وبعيده على كل الجمعيات، وبعيده هذه مبادره شعبيه الهدف نتاعها فعلا حل الاشكال من جذوره، ولعلنا باذن الله تعالى في الطريق الصحيح باذن الله تعالى. طيب ما هي الخطوة المقبلة الآن؟ أنتم الآن قمتم بخطوة والجميع يباركها أكيد هذه، لكن ما هي الخطوة المقبلة؟ الخطوة المقبلة وهذا ثم أملنا في الطرفين، وإن شاء الله بإذن الله سيتحقق، لعل سيكون لقاء قريبا، يعني ثم نعود إن شاء الله الاتصال بالجهتين بإذن الله تعالى في القريب العاجل. لأولا تعميق الحوار اللي تم في اللقاء اللي مضى، والملاحظات اللي طلبناها من الجهتين التي تزيدنا نورا وتنويرا في 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 لتغطيه كل جوانب الموضوع، حتى نتمكن من اللقاء الذي سيجمع الطرفين، نامل ان يكون قريبا باذن الله تعالى. طيب انت كنت قد اشرت في اجابتك. بغيت نضيف لك نقطه يا اخي الكريم، احنا نعم. اصحاب المبادره هذو الخيرين وكل شخصيات ربما ما ذكرت ما عدا الطليعه اللي مشات وتحاورت، لكن تاكد ان هناك شخصيات تاريخيه، هناك اساتذه، هناك اكاديميين في هذه، في بعض الشخصيات نسائيه وسمريه، بمعنى باش ما نذكروش الاسماء، لان احنا ما عدا هذه اللجنه الرباعيه اللي مشات تسمى الميدان، ما هي الا طليعه تسمى تجمع المعلومات اللي تسمى يتم بلوره فكره او حل للازمه. كذلك احنا ما ماناش سلطه راح نفرض حل امنيه، ولا لان احنا في غردية، الاخوان في غردية ما يحتاجوش الامن، ومش امن، يحتاجوا الامن، لان الامن الان لو دير كل شخص في غردية شرطي ودركي وجندي ما تحقق الامن والامان. اللي احنا اللي باغيين هو امان القلوب، وباغيين السما راحت لكل الاخوان، لان اذا كنا قلنا امن وشي لاحظناه احنا الان في ضيافنا الغردايه، وكاننا في حال طوارئ، وكاننا في حال حرب، يعني تشوف السما المركبات والامن وغيرها ودارك مش عارف، وكانك في وضعيه مش عارف شيء. لذلك احنا باغي نوصلوا باذن الله تعالى وفقنا رب العالمين، هو امان واطمئنان قلوب بعضها، لان الامن ما يتحققش بالامن. طيب استاذ ميلو، وجود الشرطه وجود مش هذا الحل. نعم. لعل هذا ما يكون فيما بعد سمع عامل مساعد فقط. طيب استاذ ميلود، انت اشرت في اجابتك لوجود عوائق ربما تحول دون الاستمرار في هذه المهمه الشريفه. ما هي بالضبط هذه العوائق، وفي من تتمثل، من وراءها، وما هي بالضبط، في ماذا تتمثل؟ احنا نشك ان بعض التحركات، لعلك تسمعوا غدا او الليله، ان بعض هناك بعض الاطراف وصلت، يعني ما ليش بعيده عن السلطه، وحاولت ما
مانيش عارف مانيش عارف ان شاء الله ما يكون ان شاء الله تكون محاوله للصلح ما تكونش محاوله لبعث الفتنه من جديد. احنا الشيء اللي قلت لك احنا قلت لك احنا الحل تاعنا في شقين، الحل اولا الحل الشعبي الذي يقارب بين الطرفين ويلتقي الطرفان على كتاب الله وسنه رسوله. احنا الان في غردايه ما عندناش مشكل مذهبي او مشكل طائفي. اذا تلاحظ يا اخي الكريم اول من ذكر الطائفيه هي الدوله او السلطه بالتحديد هو سي سلمان، هو ذكر كلمه الطائفيه ذكرت. احنا الان احنا طرفين مسلمين كل واحد بس ما عنده قراءه للاسلام، وهذا لا يفعل عن الاسلام على الطرفين. لكن رغم ان بعض الناس تستغل في صب البنزين على النار مع الاسف الشديد. لذلك احنا ثم الجانب الشعبي او الجانب التقني او الجانب النفسي او الجانب ثم الاتفاق المبدئي تاع اتفاق الاخوان اللي يقوم على كتاب الله وسنه رسوله، هذا تقوم به اللجنه ثم اللجنه الموسعه التي ستجتمع قريبا في العاصمه بعد تقديم التقارير والاعمال اللي قامت بها اللجنه الطلائعيه، ثم يجي دور الدوله. لان فعلا هذا ثم المبادره فيها شقين، فيها شق اللي ذكرته الان وفيها شق تعويضات، فيه اموات، فيه جرحى، فيه ممتلكات ثم خربت، في امور كثيره. هذا الجانب سيتصل ثم ستتفق اللجنه والطرفين لتقدم ثم للجهات المعنيه لتقديم اليد ثم الطوله ولا اليد ثم التي تختص بالمال والتعويضات تقوم به الدوله، وهذا في مقترحات ان شاء الله سنصلها في حينها باذن الله تعالى. لذلك الان المبادره ثم اللي تقدموا بها الاخوان هذو وهم يرجون اولا وجه الله سبحانه وتعالى، ثانيا يرجون الحفاظ على الجزائر. الجزائر ثم شفتنا الان ثم المواضيع التي تثيرها الان مشاكل كثيره وحقوق الانسان ومشاكل وامور سياسيه، وهذا ما هنا ندعو المعارضه، لان المعارضه الان السلطه او الناس المتسلطين ما نقولش الدوله، الناس المتسلطين والمتحكم في الدوله الان باغين هذا الشيء اللي صار الان ما بين لفافات وبين التنسيقيه وبين وكذا محاوله البلبله حتى في المعارضه، حتى المعارضه ما تكونش متحده. احنا باغين الان الجزائر عزيزه، والجزائر قدمت ثم هي امانه الشهداء، ناس قدموا ارواحهم وقدموا دماء وقدموا دماء لاجل هذه البلاد. باش الان يجي تغمه ونسميها تغمه حاتمه تريد التجديد كل مره وكل مره دير سيروم باه تواصل، مره غردايا، مره صحفيين، مره كذا، مره كذا، كل مره تطويل مده الحكم. الحق والان وصلنا الى فعلا اننا فعلا لازم يكون فيه رجال في البلاد. وانا نذكر والله العظيم ما نقولها ولا ربما فيها شيء من ربما يقيس بعض الناس، لكن احنا كان واحد المفتي كان في الجزائر يقول في عهد الاستعمار قصوه بعض الرجال. يقول يا شيخ وش رايك على الجزائر؟ هل يحل الذهاب للرجال؟ ماذا الرجال؟ قال لهم نعم يحل لامثالنا لكن لا يحل للرجال. بمعنى اذا كان في الجزائر هذه ال 40 مليون ربي يبارك ما شاء الله من طاقات وخيرات وتلقات في هذه الوضعيه الحقيقه، انا من خلال شاشتكم الموقعه كما سبق قلت انا ادعو كل معارضه والناس اللي في السلطه، وكاين خيرين كثيرين في السلطه وكاين الناس عندهم غيره على البلاد في الداخل وفي الخارج وفي وسط الجيش وسط المؤسسات خايفين على البلاد. المفروض هذو الناس ما يبقوش مكتوب في الايدي، باغينها تغيير سلمي جذري. يعني لعل اسمها هذه مشكل غربيه يصبح يحل. طيب استاذ ميلود، هؤلاء الذين قابلتهم هنالك في غردايا من يحملون المسؤوليه؟ هل يحملونها السلطه ام اطراف اخرى؟ والله شوف اخي الكريم ساكون معك صادقا لان لعل الاخوان ان يسمعونني. ايه الطرفين ثم كان هناك اولا المشكل في بدايته كان مشكل تنميه. احنا نمشي في غردايا، وغردايا ثم محاطه بالخيرات البلاد من بترول وغاز وغيره، ولكن تمشي في الطريق تلقى مكسره، تلقى المشكل التنميه في البلاد مشكل.
وكان كان مشكل قبل، لعل المشكل كان كان اسم الطرفين يلتقون ان هناك نقص في التنميه، هناك مشاكل اسم تعيق اسم الشباب، هناك اسم نقائص، هناك هناك اسم فقر، هناك هناك عدم احترام المواطن، هناك اسم ربما حتى اعتداء على اسم على بعض الناس. لكن الاخوان في 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 المنطقه يقولوا ان احنا مشكلنا في البدايه كان مشكل تنميه، وكانت كانت مسيرات مجتمعه من طرفين، ما كانش طرف وطرف، كان طرف واحد، كان ابناء قردايه، كان كلهم ينادون للتنميه للتنميه في في الجهه وكلها في المنطقه. لكن استغلت هذه المشاكل، ودخل من يريد الاستغلال في الماء العكر. اذا ولا ثم باش تشعل النار بين طرفين، ويصبح اسم الكلام عاد نهضوا على الطائفيه والمذهبيه وغيرها 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 وغيرها. لذلك حنا المشكل الان، ويؤكده الطرفين، ان هناك ايادي مع الاسف مع الاسف مع الاسف واقول مع الاسف لعلها تنتمي للسلطه، مع الاسف تريد اسم دمار المنطقه ودمار الجزائر. يعني هناك من يثير ايضا مساله التنميه، يقولون بان هذه المنطقه تعاني كثيرا من مساله التنميه المستدامه، هذه المنطقه بقيت بعيده كل البعد عن الرفاهيه، عن التقدم، عن الازدهار، غير من المناطق الاخرى، ام انها هي فقط حجه واهيه؟ يا اخي المشكل التنميه انا اؤكده، وانا لعلني اعرف بعض الاشخاص وبعلاقاتي ربما نعرف بعض الاشخاص، كانت المطالبه بالتنميه في هذه المنطقه في سنه 2004 وقبلها و2002، وكل كانت ثم لعل حركه ابناء الجنوب اللي تولي يقال عليها، لعل كان بعد الان جنع عسكري هنا ربما ثم الناس ما زالت تطالب بابناء الجنوب وكل واحد يشكي واش يتكلم. لا هذه سببها التنميه يا اخي، كان سببها التنميه وثم كانت بعض الحلول الترقيعيه اللي يسموها لاسبيرين، اسمها المشكل مشكل عويص سرطان والناس تدير في لاسبيرين، قال نحل ابناء الجنوب نحل من الربا ودير كذا ودير كذا، وكله كلام، حتى الاستفادات ما كانتش حقيقيه، كانت هو شراء السلم المدني كما يقال، هو محاوله شراء السلم المدني. احنا اللي ناكدوه، انا ما نقولوش احنا الان ما نبريوش نديروا تبرئه للطرفين او بعض السمة الاطراف في الطرفين، بعض السمة بعض عناصر في الطرفين. هناك ثم وجدوا تشجيع، وجدوا تشجيع ان ربما الامور كما هذه. لذلك احنا ماشي ناكدوه، شي ناكدوه الان ونعاودوه، لعلنا ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل نوصل لبعض الحلول ان شاء الله تكون لفائده ابناء غردايا ولفائده كل الجزائر. لان يا استاذ يعني انت تعرف الان وتعرف المنطقه وتعرف الاخوان هذو، احنا غردايا فيها كل الولايات، نعم، وغردايا موجوده في كل الولايات، هذه ما حبينا ولا كرهنا موجود، هذا اذا حبينا ولا كرهنا موجود. لكن الاختلاف في الرؤيه كما سبق وقلت، وفي قراءه الاسلام، أننا ثم أعبد الله بطريقة هذه وتتعبد بالطريقة هذه أو أن بتبع فقه كذا ولا نشوف فيه كذا، هذا لا يسلم للود قضية، المفروض هذا وتعايشوا الإخوان هذو منذ مدة، كانت بعض المشاكل كانت تحاصر في بدايتها. لكن اللي يغذي المشكل السلطة لم تقم بدورها الحقيقي. الآن باش نكونوا احنا الآن في غردايا بجيش وشرطة وغيرها، وحنا شفنا الان شنو مؤخرا الشرطه ماذا جرى الشرطه، وكيف ثم الشرطه اللي طلب حقهم باش تجيب جزائري يا اخي توقفوا 24 ساعه ولا مش عارف وش ولا شهر ولا شهرين، سواء من الجيش سواء من الشرطه يا اخي، نعم يا اخي. نعم سنعود لهذا الموضوع استاذ ميلود، سنعود قريبا باذن الله لهذا الموضوع. في الوقت نفسه نحن نرجو لكم النجاح في مهمتكم النبيلة هذه، أكيد الناس سيباركونها بخصوص سكان غردايا. جزيل الشكر لك أستاذ ميلود قادري الناشط السياسي وعضو برلمان السابق وأبقى في البرلمان. الآن أرحب بانضمام أحد أعضائه الأستاذ ناصر حمددوش، وهو قيادي أيضا في حركة حمس. أستاذ ناصر، ضعنا في صورة هذه النشاطات الكثيرة الأيام الأخيرة في البرلمان، انتقادات، انشغالات لأعضاء البرلمان، أخذ ورد مع رئيس البرلمان حول قانون المالية خصوصا. بارك الله فيك أخي عثمان. يعني كما تعلم لا يزال دور البرلمان مغيب، ولا تزال عملية اغتيال الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان قائمة، ولا يزال تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ولا يزال البرلمان لجنة مساندة للحكومة،
للأسف الشديد الطريقة التي تمت بها برمجة ومناقشة والقيام بالتعديلات على قانون المالية كانت يعني عبثية جدا، كانت كلها عملية ضغط وكلها لا تسمح بالمناقشة الجدية لأهم قانون في السنة وهو القانون المالية. ولذلك يعني للأسف الشديد في آخر لحظة دائما يعطى لنا التقرير التمهيدي للجنة المالية، في آخر لحظة يقدم لنا تعديلات المقترحة أو القانون التكميلي أو التقرير التكميلي لقانون المالية. فلذلك يعني في هذه المرة شعرنا بأن هناك عبث كبير جدا وعدم أخذ هذا القانون بجدية، وسجلنا بأن هذا القانون يعني وسنرى بأن كل القوانين دائما تتم عملية ضغطها بهذا الشكل، وكلها يتم عملية يعني الاستخفاف بعقول النواب والاستخفاف بهذه القوانين في حد ذاتها، وكأن أجندات المجلس الشعبي الوطني لا يعمل بكل راحة ولا يعمل بكل أريحية، وإنما هو دائما يعمل بالإعاز من جهات أعلى من المجلس الشعبي الوطني. لذلك يعني احنا سجلنا استنكارنا وتنديدنا لهذه الطريقة التي يسير بها المجلس الشعبي الوطني، وطعننا حتى في العملية التي تتم بها هذه البرمجة وابتداء من طريق تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني. طيب ما الذي أثير تحديدا يعني؟ ما الذي أثير تحديدا وكانت حوله نقاشات حادة مع رئيس البرلمان أو مع أعضاء الكتل الأخرى، أقصد جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وغيره؟ نعم احنا يعني بالنسبه الينا في تكتل الجزائر الخضراء كان يعني اهم النقاط التي تحدثنا عنها وهي الغاء الماده 87 المقرر من قانون العمل، وقلنا بان احاله هذه الماده على التنظيم هو اعتداء على صلاحيه البرلمان في التشريع. الاصل ان البرلمان لديه الصلاحيه الكامله في انه يحدد التعريف الدقيق للاجر القائد الادنى المضمون، ولا يمكن أن نلغي هذه المادة ثم نحيلها على التنظيم للحكومة لتتحكم في كيفية الصياغة التنظيمية عبر المراسيم التنظيمية لهذه المادة. وقلنا هذا اعتداء على صلاحية البرلمان في التشريع وتغول هذه السلطة التنفيذية وتريد أن تشرع مكاننا. فهذا إلغاء هذه المادة قلنا بأنه هذا ليس في صالح العمال، وهذا سيدخل الغموض على هذه المادة والتي يعني انتظرها العمال منذ سنين طويلة. لين هذه المادة. الموضوع الثاني الذي تحدثنا عنه بقوة وهو الصناديق الخاصة التي يقال أنه يراد تقليلها من 68 إلى 55 صندوق، وهو هذه الصناديق الخاصة وتعتبر ميزانية موازية غير خاضعة للرقابة البرلمانية، وهذه الصناديق تحوي لحد الآن أكثر من 175 مليار دولار. هذه الطريقة في اعتماد هذه الصناديق وإبقائها مفتوحة، حساباتها مفتوحة خارج حدود الرقابة البرلمانية، هذا عبث بالمال العمومي، وهذا مظهر من مظاهر الفساد وعدم الشفافية في تسيير البرامج الحكومية. هذه النقطة المتعلقة كذلك بالصناديق الخاصة. يعني احنا اقترحنا في هذا القانون مادة بإلغاء استيراد الخمور. نعم. ألو؟ أي نعم أسمعك أستاذ نصر. اي نعم، قلت نحن في هذا القانون اقترحنا الغاء ماده في لالغاء استيراد الخمور. للاسف الشديد يعني يتم العبث بالقيم، ونحن كنا على مقربه من الاحتفال ببيان اول نوفمبر وبذكرى اول نوفمبر، فهذه الماده بكل وقاحه بكل خبث بكل مكر بكل امعان في الاعتداء على القيم، قيم الشعب الجزائري، انها تمرر، مع ان الرئيس المجلس في سابقه قال امام قبل التصويت من هو مع الخمر ومن هو ضد الخمر. للاسف الشديد الاغلبيه من حزبي الافلان والارندي وحزب العمال صوتوا مع ابقاء استيراد الخمور للشعب الجزائري، ويعني هذه كانت سقطه كبيره جدا سواء لرئيس المجلس او حتى للاغلبيه البرلمانيه. وهو كذلك أستاذ ناصر حمدادوش، أنا أشكرك جزيل الشكر. ناصر حمدادوش أحد أعضاء البرلمان الجزائري وقيادي في حركة حمس. الشكر موصول مشاهدينا الكرام للذين شرفونا أيضا في مناقشة أحداث وأصداء هذا الأسبوع من الجزائر. طبعا الأستاذ محمد الذويبي رئيس حركة النهضة، مراد تشيكو النقابي والناشط الحقوقي، فوزي يعيش تمام وهو محام وناشط حقوقي بدوره، الأستاذ ميلود قادري أيضا وهو برلماني سابق وناشط سياسي، ونعتذر على عدم حضور الأستاذ الأخضر بن خلاف البرلماني وقيادي في جبهة العدالة والتنمية، نسأل الله السلامة له.
مشاهدينا الكرام سنواصل برامجنا في صدى الشارع، سنتحدث عن مختلف هذه الأحداث والأصداء. استودعكم الله الذي تضيع وده، وشكرا.